السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة سيلينا شانيل. عواشكم مبروكة وعيد مبارك سعيد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم اختاريت نحضر معكم أو نتشارك معكم الحلوى د العيد اللي حضرت. كيف ما كتشوفوا حضرت حلوى باردة اللي كتوجد في وقت وجيز جدا، تقريبا 5 دقائق تقدروا توجدوا هاد الحلوة اللي شكلها راقي وشكلها رائع كيف ما كتشوفوها، زوينة بزاف، يبغيوها الكبار والصغار. وبعجينة وحدة حضرت 4 الأشكال كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، أشكال جد راقية وزوينة بزاف ولذيذة بزاف. يعني عجينة وحدة تقدروا تحضروا من هاد الكمية وهاد الأشكال اللي كتشوفوا. فكنتمنى تعجبكم هذه الوصفات وكنتمنى تعجبكم لا فيديو وتبارطاجوها مع اصحابكم واحبابكم، واللي ما شاركش كنتمنى يشترك معنا ويضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ويكبر العائلة. فما نطولش عليكم بزاف، فندوزو للمقادير وطريقة التحضير. نتلاقاو بعد الفاصل. فنبداو بالنوع الاول اللي هي الحلوى البارده اللي ما كتحتاجش للفرن. اول شكل اللي هو اللي شفتو في الصور باللون الشوكولا، غادي نحتاجو فيه هذا البسكوي، اي بسكوي، المهم اي بسكوي عندكم، المهم ما يكونش فيه داك الشوكولا لداخل. كنطحنوه مزيان كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، خصو يكون بهذا الشكل. اي بسكوي ديال الشوكولات كنحتاجو بواط ديال نيسلي، كنحتاجو فيرميسيل، وكنو هذاك البسكوي اللي طحنا، و الكوك كيف ما كتشوفوا النوعيه جيده اللي ميدم، وشويه ديال الشوكولات اللي كنستعملو في الحليب اللي هو هذا تقريبا 2 معالق وليس. المهم نتوما غديروا الكميه اللي محتاجينها واللي تكفاكم، يعني ماشي بالضروره شي كمية محددة، المهم الكمية اللي بغيتو. كنزيد شوية الحليب تقريبا 4 كاس صافي، حتى تولي تجمع ليا في يديا بهذا الشكل صافي. وكندوزوها كنديرو كويرات وكنديروها في الفيرميسيل وكنديروها في الكويرتات صغار صافي. وكنديرو نفس الطريقة حتى كنكملو الكمية كلها اللي عندنا. كنجيب هذا الشكل، هذا هو الشكل الاول. الشكل الثاني كنديروه بنكهه الحامض اللي كنحتاجو فيه نكهه الحامض ونيسلي بطبيعه الحال، والفيرميسيل بيضاء وصفراء وملون اصفر كيف ما كتشوفوا، والكوك، الكوك الكميه بطبيعه الحال اللي بغيتو صافي. وكنزيدو شويه نكهه الحامض وشويه الملون الغذائي صافي، ولي تيولي تجمع لينا المكونات، تجمع لينا في يدينا، ونديرو كويرات بنفس الطريقه وكندوزوهم في هذيك لا فيرميسيل اللي فيها فقط الصفر والابيض. كيف كتجي وتقدروا تستعملوا حتى الليمون اللي عندكم الا بغيتو ديرو شي شكل معين، تقدروا تستعملوا المول كيف ما غنوريكم دابا. درت شي وحدين في المول ها هو المول اللي عندي، استعملت هذا الشكل. نتوما تقدروا تستعملوا اي شكل عندكم، يعني ماشي بالضروره شكل معين. كنديرو فيه شويه ديال الفيرميسيل عاد كنديرو العجين ديالنا او المكونات ديالنا، كيجيو بهذا الشكل.
كنزيدهم شويه ديال لا فيغميسيل صافي، وكنديرهم في كوطات. المهم نتوما ليكم كامل الاختيار بالشكل اللي بغيتو تحضروا بيه هاد الحلوى. هذا الشكل الثالث فقط فيه غير الكوك ونسلي، ما ضفتش حتى شي حاجه، خليته ابيض حيت غادي نزوقه من بعد. هانتوما كندير ليهم هاد الفانيد او حبيبات اللي بالغوص اللي كيتباعو عند اللي كيبيعو مستلزمات الحلويات، راه موجودين هاد الشكل. تقدروا تزوقوا باي شكل بغيتو، يعني انا فقط اختاريت هاد الشكل، عطى واحد المنظر رائع، عطى واحد اللون زوين بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا البارده، شتو كتجي بشكل راقي وبنينه بزاف. فندوزو للعجينه الثانيه او الحلوه الثانيه اللي عندنا في الفيديو، اللي هي عجينه واحده ممكن نحضر منها 4 الاشكال، وهي عجينه اقتصاديه كنحتاجو فيها 4 ديال الزبده. انا استعملت هنا زبده ديال العبار، نتوما تقدروا تستعملوا اي زبده ما كاينش مشكل. سنيده استعملت 2 كيسان ديال العنبه ديال سنيده، سكر سنيده، وبطبيعه الحال غنخدم هذيك الزبده وسنيده مزيان حتى يتجانس الخليط وتولي لينا الزبده دايبه. وعاد كنزيدو 3 البيضات كيفما شفتو في الفيديو، 5 الرع، 3 البيضات كنخدموهم حتى هما نخلطو. عاد كنزيدو كاس ونص ديال الزيت النباتيه، كاس ونص ديال الزيت النباتيه، وكنخلطو. الزبده من الاحسن تكون بحراره المطبخ، يعني شبه دائبه، يعني ما تكونش قاسحه باش ما تمعحنكمش ما تعذبكمش، باش دغيا تخلط. وكنزيدو واحد الياغورت، ضفت شويه ديال الملح وفاني، نكهه ديال فاني، ساشيه فاني من فئه 8 غرام، وزوج خمارات خميره كيميائيه من فئه 16 غرام، يعني 2 ساشيات. والدقيق تقريبا غتهز لكم شي كيلو. المهم انا نزلت لي شي 11 الكاس ديال العنبه، يعني تقريبا 11 الكاس صافي. وكنقسموا العجين على 4 كيف ما كتشوفوا، كنقسموا العجين على 4، ولكن شوف الدقيق كنخليها شويه، ما كنديرش الدقيق كله حتى كنقسمها، يعني حيت الشكل اللي غادي نزيد فيه الكاكاو يعني غادي يزيد يقصح، يعني داكشي علاش شويه نخليها مرخوفه العجينه. هاد الطريف او هاد النوع درت فيه الكاكاو، الكاكاو من نوع جيد اللي درت البنات كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل الاول، درتو على شكل ورقه ديال الشجره او عوينه، او المهم الشكل اللي بغيتو تقدروا ديروه، يعني ماشي بالضروره تقدروا ديروه في المول اللي عندكم. المهم انا ما درتش في المول، درت غير بيديا. والشكل الثاني خليته هكذاك، ما زدت لي حتى شي نكهه، ودرته على شكل هلال كيف ما كتشوفوا في الفيديو. صافي، وكنديروا كل شيء في الصينيه اللي البلاط اللي غادي يدخل الفران. كنكون مشعلين الفران وناقصين عليه، على الا كان ديال الدوم ديروا 180 درجه، ولا كان ديال الغاز غادي تشعلوا لتحت وغادي ديروا الحلوه الفوق، يعني العافيه تحت منها وعافيه مهيله البنات باش ما تحرقش، حيت دغيا كطيب لنا الحلوه ديالنا. النوع الاخر غادي نديروا حلوه ريش بوند. ريش بوند بغيتوا ديروها في المول بحال هكذا، انا درت 2 الاشكال، درت شكل في المول بحال كيما شفتو، ودرت شكل كيف ما غتشوفوا دابا عادي. كيف ما كتشوفوا هذا الشكل الاول بالمول،
وكنزيد نتقب داك الوسط باش ما تنفخش. وهنا درت شويه فيه الكاكاو، نيت ديال الريشبون حتى هي غندير فيها الكوك في الاخر، درت شويه فيه الكاكاو ودرتو بهذا الشكل. وفي الاخر غادي نتقبها غير بشي حاجه ولا من الوسط باش نبدل ليها الشكل شويه التقليدي ديالها. ودرت هذوك الصغيرين حيت غادي نزديهم. صافي كنتقبها غير بصبعي بحال هكذا. صافي هذا الشكل الاخير اللي على شكل هلال بحال الصابلي، كنديرو بقطعه. ولا ما عندكمش هاد القطعه تقدروا تقطعوه غير بالكاس، يعني ماشي مشكل. ونحضروا مع الفران البنات حيت راه دغيا كطيب لينا الحلوه ديالنا، كتاخدش وقت بزاف. صافي وحتى كطيب لينا الحلوه كامله عاد كندوزو لمرحله الزين. مرحله الزين لكم الاختيار، المهم انايا غادي نوريكم اشنو درت هنايا. كندير فيها الشوكولاته بشكل مائل، ها نتوما كنميلها وكندير فيها الشوكولاته وكنحطها على بابي كويسون او ورق طبخ. وحتى هذاك الهلال كندير النص بالاسود، النصف الاخر كندير فيه الكاوكاو المهرمش اللي حمرته، غتشوفوا معايا. هنا كندوب وعاود الشوكولاته الابيض، وهذا الهلال هذا كنديرو النصف ديالو بالشوكولاته الابيض والنصف ديال الاخر بالكاوكاو مرمش بهذا الشكل كيف كتشوفوا في الفيديو. يعني التزيين كيبقى لكم الاختيار، يعني ماشي بالضروره ديرو هكذا، حنا غير بغينا نخلفوا شويه الاشكال. وصافي هنا الشوكولاته اسود كندوبو وكنزوق هادو الحلوه الاولى اللي بالكاكاو، كنزوقها كتعطينا واحد الشكل زوين. وهاد النصف حتى هو اكيد اختاروا ديما الشوكولات اللي بنوعيه جيده باش ما يمحلكمش. وهذا الهلال الشكل الاخر ديال الهلال كنزوقوا بالشوكولات العكس، كنزوقوا بالشوكولات الابيض حيت هما بالاسود. صافي وهذا النصف كندير ليه شويه الكونفيتور اللي درت فريش بوند، اللي درت فيه مزهر، سخنته شويه فوق النار ودرت ليه شويه المزهر، وكندهن به النصف الاخر وكنديرو في الكاوكاو المهربش حمرته شويه كيف ما كتشوفوا، وكيجي بهذا الشكل. وهذه حلوة ريش بوند بعد ما طابت غادي نديروها في الكونفيتور، كلها غنديروها في الكونفيتور تشرب شويه وعاد ندوزوها في الكوك. والكوك كيف ما كنقول لكم ديما من نوعيه جيده، راه كيكون مي الدم كدوزو في يديكم البنات راه كيخلي لي دم في صبعكم، يعني ما كيكونش ناشف وغليظ. انتوما كدوزوها في الكوك. صافي ودوك التقيبات
الشكل اللي درت فيه الكاكاو كندير فيه شوية الكراميل، والشكل الآخر كندير فقط الكونفيتور. وهذا الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا ديال العيد، وكنتمنى يعجبوكم هاد الاشكال، وكنتمنى تعجبكم لا فيديو. وما تنساوش دائما دائما ما خسرتو والو الا درتو لايك. كنتمنى ديروا لايك لا فيديو، وكنتمنى تبارطاجوه مع اصحابكم واحبابكم. ولا عندكم شي سؤال خليو ليا في التعليقات، واللي ما مساكش معنا يشترك. والمقادير اكيد هتلقاوهم في صندوق الوصف. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا ديال العيد، فكنتمنى تجربوهم ما غاديش تندموا. فهي وصفات ناجحة ومن أول مرة حتى للمبتدئات. فنتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. إلى حين الله، في عيد مبارك سعيد، عواشركم مبروكة، وكنتمنى إن شاء الله دخل عليكم إن شاء الله هذا العيد بالصحة والسلامة إن شاء الله، باش ما تمنيتو. والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي. استودعتكم الله، إلى اللقاء أخواتي، مع السلامة.